تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، انطلقت في دبي أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة. وتستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها. وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد بن عبد الله القرقاوي يؤكد أن القمة التي انطلقت أعمالها اليوم مهمتها التركيز على الفرص والمساحات الشاسعة من النمو والتطور، فالحكومات تحتاج دائماً إلى وقفة لترتيب أولوياتها والنظر بمنطقية أكثر للعالم من حولها، مشدداً على أن التركيز والوعي هو الذي يحدد أين ستتوجه الطاقات وبالتالي كيف سنصنع المستقبل. الذكاء الاصطناعي هو المحور الرئيسي للقمة العالمية للحكومات، إذ يهدف التركيز على هذا المجال إلى استكشاف آفاقه المستقبلية وتأثيره على مختلف القطاعات. وتستضيف القمة أكثر من 100 شخصية وقيادة من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تشارك نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمؤسسين لكبرى الشركات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية. كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي تؤكد أن المنطقة العربية تلعب دوراً متزايد الأهمية في عالم سريع التغير، وتوقعت أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 2.9% هذا العام، وهو أعلى من العام الماضي.